الشيخ محمد المكي بن عزوز أبوه الشيخ بن عزوز مؤسس الطريقة الرحمانية، وهو من 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 مشايخها، نفي إلى اسطنبول إلى تركيا، وعرف هناك علمه وقدره ومدى فهمه وإدراكه، فجعل قاضيا وجعل مفتيا. وكان هذا العلامة العالمي يرجع إلى الشيخ عبد القادر في بعض النقاط وفي بعض النازلات والوقائع ويجيبه، وهذه موجودة عند أنجاله وعند تلامذته، مكتوبة بخط يده، وذكرها الشيخ محمد المكي بن عزوز نفسه. ذاع صيته فأصبح أشهر من علم بالجلفة في مجال الإفتاء، كما كان للشيخ تأثير كبير في بعث الحركة الإصلاحية، فكان كثير التردد على الشيخ البشير الإبراهيمي في منفاه بآفلو، وكانت له الكثير من الرسائل المتبادلة مع الشيخ عبد الحميد بن باديس، ولقد شارك في الاجتماع التأسيسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بتاريخ 5 ماي 1931 في نادي الترقي بالعاصمة. دأب بعد ذلك على حضور أغلب الندوات التي تقيمها الجمعية. كانت له جلسات مع الشخصية عبد الحميد بن باديس، وهو نزعته إصلاحية تابعة لجمعية العلماء كما هو منهجها واضح وباد. أعرف له نصا شائعا هو استنت الفصال حتى الجربة، هذا مثل عربي، جعله عنوانا لنص يجيب فيه عن واحد ممن عتب على الشيخ محمد بشير الإبراهيمي. هذا النص يعني مشهور يعني راقي في 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 ادبياته، ومعناها وتفهمك بان الرجل كان ينافح على الشيخ محمد بشير الابراهيمي، معناها انه كان ينافح على جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين. هذا من الاشياء المعروفه. رغم ضربات الموجعة التي كان يتلقاها من قبل حاكم رباط مسعد وحاشيته ووفاة رفيقيه والده إبراهيم وأخيه محمد في السنة نفسها سنة 1940، إلا أن الشيخ كان دائم الارتباط بمسعد، هذه المدينة التي ذكرها في الكثير من قصائده، فهي ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وهي مهد صباه وربض أبيه ومرابع أمه وإلهام حسه، وقد ذكر ذلك لصديقه الديسي في الرسائل المتبادلة بينهما. ولم يكن متميزا بعلمه فحسب، بل كان يتحلى بالحزم والعدل والكرم والتواضع، وكان شاعرا في الفصيح والملحون. فيها قصيدة عرض بها البردة، بردة كعب بن زهير، بلد سعال، يعني روعة، عين من عيون الشعر العربي. في سقوط الخلافة الإسلامية كان الشيخ محمد عبد الرحمن الديسي قد كتب قصيدته في سقوط راثيا سقوط الخلافة، وهي قصيدة الحميدية، راح يشطرها لاقتداره اللغوي، حيث أن كل بيتين يستبقي الشطر الأول والشطر الرابع لصاحب القصيدة، وهذا أمر ليس بالسهل أن تولد القصيدة من الشاعر ذاته، قد تكون أسهل وأهون في ميلادها، ولكن أن تملى عليه أن يعارض أو أن يشطر بهذا الشكل فلا يتأتى هذا الأمر إلا لأمثال هذا العلم المعين الأديب الأروع عبد القادر الإبراهيمي. بحكم الذي سمعته عن أرباب الصنعة في هذا الميدان، فإنهم صنفوه من حيث النثر إلى جانب الشيخ البشير الإبراهيمي، ومن حيث النظم إلى جانب الشيخ محمد العيد الخليفة، إذن فكان محصلة للمدرستين الشعرية والنثرية. كما عرف عن الشيخ عبد القادر أنه كاتب في صحف جمعية العلماء، فمن الشهاب إلى البصائر كانت محاضراته وفتاواه
تتصدر صفحاتها، كما كانت جريدة الأهرام متنفساً آخر للشيخ في تفاعله مع القضايا العربية والإسلامية. كان تعدوا عمود في الأهرام يقولوا مسمين على سي عبد القادر من أسبوع لأسبوع. الشيخ الطاهر بن العبيدي بعث هنا رسالة قالهم مصر تحولت المساجد. العديد من المراسلات موجودة بين الحفناوي اللي كان مكلف جونار بإعداد أعلام الجزائر، دار كتاب فيه تعريف السلف، تعريف الخلف برجال السلف، موجود طبعا من بين الناس اللي موجودين فيها أيضا نوجد هذا سعد غنبراي. وش بعث له؟ بعث له قالوا باللي مثلا محاولة معناها استدراجه من أجل حد من المبشرين. لكن حاكم مسعد شدد عليه الخناق وعلى طلبته، فقرر الانتقال إلى الجلفة سنة 1947 وفتح دارا للتدريس بوسط المدينة، فكانت بحق قبلة لطلاب العلم. فتلقى رسالة من صديقه الشيخ البشير الإبراهيمي يبارك فيها ذلك، وبختم جمعية العلماء المسلمين مؤرخة في 20 جويلية 1947، حيث جاء فيها: الأخ المحترم الشيخ عبد القادر بن إبراهيم حفظه الله، بعد السلام عليكم ورحمة الله، فقد بلغتني رسالتكم ففرحنا بقدومها فرحتنا برؤية وجهكم. أما ما ذكرتم عن استعدادكم للانتقال حيث تعمل للعلم والدين، فقد سرنا ذلك جد السرور، وقد بلغني من جماعة الجلفة أنهم راغبون في قدومك إليهم، ونحن نوافقهم على ذلك، ونحضك على القدوم إلى الجلفة وفتح دروس الوعظ والإرشاد، ونحن واثقون أنك تخدم الحركة الإصلاحية لا في الجلفة وحدها، بل في كل ما يحيط بها من قرى وأعراش. بارك الله فيك وأعاننا وإياك على الخير، وعليكم السلام من أخيكم محمد البشير الإبراهيمي. المكان الذي علم به في الجلفة هو مدرسة مصغرة كانت بقرب مسجد سي أحمد بن شريف وسط مدينة الجلفة. وأما الطلبة الذين تخرجوا على يده فهم كثر بالمئات. جانب التعليم الديني كان كتاب يقول له بداية المجتهد ونهاية المقتصد. الكتاب في الفقه المقارن، هل الكتاب في الفقه المقارن يعني ألفه ابن رشد الحفيد، جعل حلقة علمية وشرح هذا الكتاب، وهو يعني من الكتب التي قل ما يشرحها الرجال، يعني رجال أقول العلماء. بعد انطلاق الشرارة الأولى لثورة القرن، ثورة نوفمبر المجيدة، باركها الشيخ للوهلة الأولى، وأصبحت دروسه توعوية تعبوية أكثر منها علمية دينية، بل ذهب إلى أكثر من ذلك حينما طلب في دروسه السرية من طلبته الالتحاق بإخوانهم الثوار، وقال لهم: إن الدرس الآن ليس في هذه الدار، إن الدرس الحقيقي هناك في مدرسة بوكحيل، تلك الجبال التي ستلقن فرنسا دروس الحق والعدل والشهادة والحرية. العدو ما يهدناش طبعا في الأسباب، ذاك الوقت الدروس كانت سرية، ظاهرها أنها دروس فقهية ولكن باطنها كان دعوة إلى الشعور بواجب النضال وواجب الجهاد ضد المستعمر. طلبة نتاعو طلعوا للثورة، وهو اللي حمسهم، هو اللي حمسهم. كان يتنبأ بما كانت به الأحزاب وما صار في 45، كانت هذه كل يتنبأ بها الرجل، لأنه عالم مفكر،
لما رأى الثورة بدأت، الشيء اللي كان يحلم به عبد القادر بن إبراهيم تحقق والحمد لله. هذه هو الاستقلال، هو الاستقلال طبعا. عاد الشيخ عبد القادر بن إبراهيم إلى مسعد ولم يتوقف عن نشاطه الدائب في نشر العلم رغم تقدمه في السن، إلى أن أصابه المرض مدة قصيرة وانتقل إلى الرفيق الأعلى مساء يوم الخميس 30 أوت 1956، حيث دفن في مقبرة مسعد في هذا المكان. رحل الشيخ المسعدي مع حلمه الأوحد، وهو أن يرى الراية الوطنية ترفرف في سماء الجزائر، تاركاً وراءه العديد من المؤلفات ما زالت مخطوطات، من أهمها شرح لامية الأفعال لابن مالك، شرح طرق البيان على نظم تحفة الإخوان، البدعة في الإسلام، الصلاة، مظالم حاكم رباط مسعد المتوالية، ديكتاتورية غير متناهية، شرح لامية العرب للشنفرة، وفتاوى كثيرة وديوان شعر مخطوط. أما الرسائل فلا تعد ولا تحصى، ضاع منها الكثير كان يتبادلها مع أعلام عصره، وكان أغلبها أدبية ذا عسيتها. وهذا لا ينزعك فيها أحد، وبإمكانك أن ترجع إلى أدنى شيء مما كتبه الشيخ عبد القادر بن إبراهيم فتجد أنك أمام عالم يعرف ما يفعل. من حق شبابنا ومن حق الأجيال المتلاحقة أن يعرفوا ماضيهم وأن يعرفوا خلفيتهم وأن يعرفوا هذا المجد ليتملوا به من جديد، وليعرفوا أنهم لم يأتوا من عدم، بل هناك محصون قد زالت أو دكت، ولكن الأمل بدأ يعود. رحل الشيخ عبد القادر بن إبراهيم المسعدي عن هذه الديار على حين غفلة من أهلها وبصمت كبير. لقد مات العلامة الفقيه الأديب وفقدته الجزائر، لكن علمه وآثاره لا زالت قلوب مدينة الجلفة تذكرها، تلك القلوب التي طهرت والعقول التي نورت، لن تنسى فضائل العلماء من طينة الشيخ عبد القادر بن إبراهيم الذي كان من المخلصين الأولين وعالما من المجتهدين وناسكا من الزاهدين. هذا غيث من فيض، فمن الصعب أن تحصر مسيرة هكذا شيخ وأن تختصر مآثر هذا العلامة في كلمات ومشاهد، فقاموس سيرته الذاتية جمع بين العلم والأدب والفكر وأصول الدين. تحس وأنت تتبع خطى تاريخ مسيرته كأنك تقرأ تاريخ وطن. رحب الله الشيخ المسعدي وأسكنه فسيح جناته.